انا النهارده في سوشيال قناه صدى البلد، عايزين بقى نتكلم النهارده عن مؤتمر مهرجان شرم الشيخ، وانت من الناس المكرمين فيه، فكلمني عن تكريمه. ايه العرض بقى اللي انت مكرم عنه؟ هو انا اللي انا عرفته ان انا يعني افضل شخصيه مسرحيه شابه السنه دي، اعتقد عن مجمل الانتاج اللي انا عملته السنه دي. الحمد لله كنت عامل اكتر من تجربه، كان اهمها طيب وامير، كانت بتتعرض في المسرح الكوميدي، والحمد لله حققت نجاح كبير على المستوى الجماهيري والايرادات والحضور. وكان عندي مسرحيه في موسم الرياض، وكان عندي مسرحيه في مسرح الوسابير انا مش مسؤول، فكان مجموعه اعمال اعتقد انها يعني اعتقد عن مجمل دوت او التمثيل، فالحمد لله. مثلك ايه بقى في دوره بتحمل الاسم الكبير جلال الشرقاوي؟ طبعا ان اكون يعني باخد جايزه على الاخراج في دوره فيها استاذنا جلال الشرقاوي، يعني دي حاجه علامه بالنسبه لي لطيفه يعني جدا جدا. لكن انا مبسوط بالمهرجان، ومبسوط بان احنا عندنا مهرجان بالحجم ده في المكان ده بالشكل دوت، ومهرجان دولي حقيقي شبابي يحمل صفه الشباب، ودي اهم حاجه بتحصل دلوقتي. يعني نتكلم عن مهرجان، يعني ناس كتير قوي مهتمين بمهرجانات السينما، انما مهرجان مسرح مش كتير بيهتم، فتقول لهم ايه؟ يعني بيبقى فيه عروض حلوه، فانت تقول لهم ايه؟ والله لا خالص، انا طبعا مهرجانات المسرح الحمد لله مهمه جدا ولا تقل اهميه عن مهرجانات السينما، لكن احنا بالعكس يعني احنا لسه كان في مهرجان نقابه المهن التمثيليه، كان كل نجوم السينما متواجدين فيه سواء في لجنه التحكيم او في عروض المهرجان او يتفرجوا عليها، واحنا يعني الدنيا بدات تخش، بس ما فيش حاجه اسمها يعني كله فنان سينمائي فنان مسرحي، كلنا النهارده بنشتغل دوت وبنعمل دوت، احنا بنمثل في السينما وفي مخرجين سينما بيخرجوا مسرح، فهي عمليه فنيه ومفيش فرق، التمثيل واحد والاخراج واحد، الفن واحد. يعني المسرح زمان ولا المسرح دلوقتي؟ لا كل حاجه وليها طعمها، مسرح زمان ليه طعمه اللي مش هيتعوض بالتيمبو بتاعه بزمنه باللي كان بيقدمه بنجومه اللي مش هنعرف نعوضهم، ومسرح دلوقتي ليه شكله مغاير وطعمه مغاير وليه نجوم شباب مهمه ونجوم كبار مهمة، فكل حاجه ليها طعمها. انا ده مش مؤمن ان في حاجه حلوه وحاجه وحشه، كله حلو طبعا. ايه اللي ناقص المسرح علشان ينتشر في وسط الجمهور ويدخل كل بيت مصري؟ لا ما يعني ناقص طبعا الدعايه، الدعايه لسه مختلفه شويه، ومحتاج سبورت في المنطقه ديت، محتاج استثمار، محتاج قطاع خاص يخش بشكل قوي في المسرح، الدوله بتقوم بدورها في المسرح لكن على قد الشكل المطلوب والامكانيات المطلوبه من وزاره الثقافه، لكن هو محتاج يبقى عمليه صناعيه اكبر ويبقى فيه ربح للمنتج، والمنتج يقدر يجيب ربح فيعمل، فيعني قصه كبيره جدا مش عايز اطول عليكم فيها، لكن اتمنى ان ده يدخل بشكل مؤثر واقوى، لكن المسرح موجود وموجود بين فئه كبيره، لكن نتمنى ان يوصل لتوهجه، يعني هو مش في حاله سيئه لكنه مش في حاله التوهج اللي اعتقد تبقى ان شاء الله قريبه. ميرسي يا جبراوي، ونورتنا النهارده. شكرا.